لكن انت متفائل بالنسبة للمنتخب خلال الفترة الجاية؟ متفائل في ظل وجود العناصر الجيدة اللي موجودة اللي بتديره كلاعبين في المنتخب. محمد صلاح، النني، زيزو، مرموش طبعا. رمضان صبح لو جهز يا استاذ محمد، ده لعيب فاز، بس يفوق. انا عايزه يفوق يفوق في بيراميدز عشان يقدم احسن حاجه عنده في المنتخب. هو لسه انت شايف انه من ساعه ما ساب الاهلي ما ظهرش المستوى على فترات، مره اصابه، مره مش مركز، مره عايز يمشي، مره عايز يرجع الاهلي. فرمضان انت لعيب كبير. زيزو نفس الشيء، نني، طارق حامد، سلية، حمدي فتحي طبعا، الونش، يعني الونش، لا عندنا لعيبه، عندك حجازي، اكرم توفيق، اللعيب اللي جاي ده مفاجئ السنه دي طبعا. احمد فتحي تو ما شاء الله بيلعب في كذا مكان، ديفندر، بيلعب باك رايت، ممكن تلعبه مساك، يعني كمان عنده حلول فرديه والتحامات وقوه، والراجل بيقدم اداء دفاعي شايف انه امتداد لاحمد على اعلى طبعا. مفيش شك، اصل هو مستواه هو اللي بيفرض نفسه على اي حد، واي مدرب يجي هيلعب اكرم توفيق باك رايت لانه قدم افضل حاجه عنده ونموذج للباك الرايت، وعامل حاله ما بين الدفاع والهجوم، توازن ما بين الدفاع والهجوم. الالتحامات القويه اللي احنا كنا بنشوفها ايام ما احنا كنا بنلعب، ما فيش حد بيلعب بالتحامات دلوقتي يا استاذ محمد بالطريقه دي، وعلى الكوره وقوي وعنده بيركز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، بيتحمل على نفسه. ما كل ده، ما انت لو فايق وجاهز بدنيا هتقدم افضل حاجه عندك. الفنيات هتلاقيها بتيجي لوحديها كمان مع تعليمات المدير الفني، فهتلاقي كل ده حاجه كويسه جدا لمنتخبنا. انت شايف ان القوام قوي جدا.